I miss you so much. I miss you too, Mama. Will you be careful out there? Always. I'm very happy to be back home. But things are different. Mama? Do you have hallucinations? Astronauts go through things they don't understand. I miss you, Mummy. Will you be careful up there? When I was up there, the only thing I could focus on was getting back to my daughter. People see things up there. And when they get back, they go crazy. You need to help me. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم مع مراجعه مسلسل كونستليشن. من الممثلين القاموا ببطوله المسلسل نومي ريبيس وجوناثان بانكس وجيمس دارسي، ومن مخرجي المسلسل وبالاخص اللي اخرجت الحلقه الاولى والثانيه ميشيل ماكلارين. بالنسبة للمخرجة، ليها تاريخ رائع في إخراج بعض الحلقات لبعض المسلسلات الشهيرة، أذكر منهم مسلسل بريكنج باد وجيم أوف ثرونز وبيتر كول سول. المسلسل مكون من 8 حلقات ونزلت أول 3 حلقات يوم 21 فبراير سنة 2024 على شبكة أبل تي في بلس. فالمراجعة دي هتكون بالنسبة لأول 3 حلقات من المسلسل. كالعادة وفي آخر كل مراجعة حابب أقول كلمتين، فاللي عايز يسمعهم يستنى لآخر الفيديو أو يجري المراجعة ويسمعهم. المسلسل بيحكي عن رائدة فضاء اسمها جوانا إريكسون، واللي كانت بتشرف على تجربة في إحدى المحطات الفضائية، والمحطة الفضائية دي كانت عبارة عن ملكية مشتركة بين مجموعة من الدول. فاللي حصل في يوم إن بنتها أليس حبت تتصل بوالدتها علشان تطمن عليها، وبمساعدة المحطة الفضائية الأرضية نجح الاتصال والبنت اتصلت بوالدتها وابتدوا يطمنوا على بعض. لكن للأسف الاتصال مدامش مدة طويلة علشان حصل اصطدام في المحطة ونتج عنه انفجار، والقطاع اللي فيه جوانا وزمايلها ابتدى ينهار. فبالتالي كبسولات النجاة اللي كانت في المحطة حصلت لها مشاكل كتيرة، وكان لازم على رواد الفضاء يصلحوا الكبسولات دي علشان يقدروا يهربوا وينجوا بحياتهم. فوقت ما كانت جوانا بتشوف الأضرار اللي تمت في المحطة، اكتشفت فجأة جثة لرائدة فضاء روسية، وبيبتدي أحداث المسلسل. المسلسل ده يبان للوهلة الأولى إن احنا عارفين وشفنا قصته في أعمال قبل كده كتير فاتت، زي فيلم جرافيتي وأبولو 13، لكن بعد ما اتفرجت على الثلاث حلقات الأولى، فكرة المسلسل غير كده خالص. فحسب رأيي المتواضع، ممكن أقول على المسلسل ده إنه ميكس أو خليط ما بين فيلم انسبشن وفيلم جرافيتي، والخليط ده طلع بنتيجة تالتة وجديدة خالص. فكمية الغموض اللي في قصة المسلسل ده رهيبة جدا. فقصة المسلسل ده ما فيهاش غموض، بالعكس ده عبارة عن غموض واتبنى واتعمل حواليه قصة ومسلسل. فاللي عايز يتفرج ويستمتع بالمسلسل ده ويستوعبه لازم يشوفه اكتر من مرة، واتمنى في الحلقات الجاية ان الغموض وطلاسم القصة دي تتفك. ده كان من ناحية فكرة وقصة المسلسل. اما لو هتكلم بالنسبة للاخراج وخصوصا في الحلقة الاولى والتانية، فكان تصوير حلة الفوضى رائع، والمخرجة الصراحة نجحت ان تخليني اندمج في جو المسلسل ده، بالاضافة للديكور واجواء الفضاء كانت تحفة بصرية، والطريقة اللي كان بيتم فيها سرد الاحداث جميلة جدا ومثيرة للتوتر بدرجة كبيرة. والعجيب كمان في بعض المشاهد كان بيبقى فيه موسيقى تصويرية هادية وقت المواقف والمشاهد الصعبة والموترة، وانا افتكرت في الاول ان الموضوع بالطريقة دي مش هيمشي او مش هيكون مناسب، لكن الصراحة بعد ما اتفرجت كان مناسب جدا وعلى الاحساس بالخطر عندي بصورة اكبر، بالاضافة للمؤثرات الصوتية كانت جميلة جدا وساعدتني بدرجة كبيرة في الاندماج في الجو العام ككل. اما بالنسبة للاداء التمثيلي لنومي ريبيس، فاللي اقدر اقوله انه اتطور بدرجة قوية عن ادائها التمثيلي في فيلم بروميسيوس، واللي كان نزل تقريبا من 12 سنة. ففي العملين دول كانت رائدة فضاء برضه، لكنها في الدور ده كانت شايلة المسلسل كله بادائها المميز والواقعي. اما بالنسبة للمشاكل في الثلاث حلقات الاولى، اول حاجة بعض مشاهد التصوير الخارجي كان باين ان هم كانوا في استوديو واللي وراهم كان مجرد خلفية. تاني حاجة الحلقة التالتة كان فيها تطويل طفيف في الأحداث. تالت حاجة إن بطلة المسلسل كانت بتتكلم أكتر من لغة وما كانتش ثابتة خالص على لغة واحدة، والنقطة دي للأسف ما كانتش بتخليني أندمج بصورة كاملة مع أحداث المسلسل. خلاصة الكلام، الثلاث حلقات الأولى من مسلسل كونستليشن
بداية قوية، واتمنى انه يفضل على المستوى ده في بقية الحلقات اللي جاية. تقييمي للتلات حلقات الاولى من مسلسل كونستليشن هو 8.5 من 10، واللي اتفرجوا على المسلسل وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب عجبهم ليه، واللي اتفرجوا وما عجبهمش ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وقبل ما اقول سلام، اللي متعود يخش السينمات عشان يتفرج على الافلام الاجنبية او مشترك في منصات اجنبية، ياريت بلاش علشان المنتجين بياخدوا الفلوس دي ويتبرعوا بيها لجهات غير مرغوب فيها. فانا عن نفسي افضل ان احنا نستنى شوية لحد ما الفيلم ينزل على المنصة المجانية ونتفرج عليه، وبعتذر اني طولت عليكم. سلام.